أقيمت في كنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين في إربد صلاة على نية السلام في العالم وخصوصا قطاع غزة والبلدان التي تعاني من الحروب والاضطهادات. وبعد مراسم القداس توجه الجميع إلى ساحة الكنيسة مرنمين بأن يعم السلام بلادنا المقدسة والعالم أجمع. إلى المزيد. صلوات السلام بكنائسنا بعدها ترفع ورح نضل نصلي ونصلي، لأنه بالاتحاد وبقلب واحد الصلاة بكل ثقة رح توصل وتلامس قلب الرب. وكنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين إربد بتضم صوت السلام لباقي الكنائس، فالصلاة كانت اليوم على نية السلام بكل العالم والدول اللي بتعاني من الحروب والاضطهادات وخصوصاً بقطاع غزة. ترأس القداس الأب فراس عريضة كاهن الرعية وساعده في الخدمة الشدياق جمال معايع وخدام الهيكل، وكان في حضور لعدد من أهل الرعية. وبعديها وزعت الشبيبة الشموع على المؤمنين وبشمعة الأبونا اللي ضوت كل الشمعات لتكون بين إيدين المصلين أمنية السلام والرجاء للرب بين كل الاضطهادات اللي عم بعيشها العالم وخصوصاً بقطاع غزة، بالوقت اللي منشوف فيه الأطفال عم تنسحب من تحت الأنقاض والعائلات بتتهجر من بيوتها والبيوت عم تتدمر وبتتفجر. يا رب السلام أمطر علينا السلام، رسالة كلها محبة وأمل ورجاء لربنا وبشموع مضوية. وبعد الخدمة الكل توجه لساحة الكنيسة وبإيدين الأطفال الصغار ضوت الشجرة بنورها علينا، وبدون أي نوع من الاحتفالات بس شموع وأمنية واحدة وهي السلام. نيفين حداد من إربد لقناة نورسات.